بقى مننا مكرونه، مثلا عملت مكرونه ما اتاكلتش، عملت كشري وزاد مننا شويه مكرونه كده مشكلين. فهبدا ان انا النهارده هوريك كذا صنف ممكن نعملها منها بطريقه سهله جدا ولذيذه، وتحلي الاكله يمكن تكون احلى ما اكلتيها قبلها بيوم ان شاء الله يعني. فمثلا انا عندي شويه مكرونه كده بالصلصه كنت عاملاهم، وبقى نص الكيس مثلا او ما اتاكلتش اي حاجه، مكرونه بالصلصه وباتت، هتيجي السخانيه مش هيرضوا ياكلوها، هتترمي. ماشي، ده اول حاجه يعني انا عارفه ده اللي بيحصل. طب نحليها ازاي وخليها الاقبال حلو؟ بالبشاميل. هنعملها بالبشاميل ازاي؟ طبعا ده اول صنف قلت ابتدي بالعادي خالص خالص، ابسط حاجه ممكن نعملها ان انا هروح ضايفه لها شويه لحمه معصجه، شويه جبنه رومي، وبشاميل بقى نعملها بشاميل. انا قلت اعمله عشان هعمل صنف تاني بشاميل، قلت ابدا معاكم ان انا اعمله برده عشان اللي بيحب يعرف ايه البشاميل. هاخد معلقتين من السمنه، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه واحده سمنه سوري، معلقه سمن ومعلقتين دقيق. انا عندي هنا مكرونه باقيه دي حوالي نص كيس كده يعني، مش كيس كامل، فمش هينفع ان انا اعمل منه طبقتين، ده باقي عندي. لو انت باقي منك مثلا الحله كلها ما اتاكلتش وكلوا حاجه ثانيه، عادي اعملي طبقتين البشاميل عادي خالص، تمام؟ يعني كتري البشاميل طبعا كده. انا عاملاش طاقه واحده بس، معلقتين دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، كده بقى احط كوبايتين لبن عليهم باردين كده، البشاميل خلص. عايز تحطي كوبايه لبن وكوبايه شوربه ماشي زي ما انت عايزه، واقلب كويس. يبقى معلقه سم، معلقتين دقيق، كوبايتين لبن ماشي، وشويه بقى ملح وفلفل. عايز تحطي شوربه بدل اللبن، بدل كوبايه اللبن الواحده حطي، يعني حطي كوبايه لبن واحده وكوبايه شوربه. طبعا لو انت عندك كيس كله هيبقى فاضل، تعملي بشاميل عادي خالص بتاع الكيس اللي هو حوالي 7 كوبايات من السائل عشان يطلع لك بشاميل حلو. ان انا هنا عاملاه اقتصادي، يعني عامله الصينيه دي اقتصاديه خالص، مش عاملاها مكلفه. يعني انا باقي مني نص كيس كده، رحت مطلعها حته لحم مفروم معصجه من عندي اللي حطاهم في الفريزر، وعلى شويه جبنه رومي، وعملت البشاميل وادخلهم كلهم الفرن، وبرده اكله سريعه وسهله ما فيهاش اي حاجه. اهو معايا كده لغايه ما تغلي. بصوا دهنت هنا الصينيه بالايه؟ دهنت الصينيه بالسمن كده. هاخد بقى المكرونه بتاعتي الايه اللي انا بايته من امبارح دي، مكرونه بالصلصه حلوه عادي مالها، هتمشي مكرونه عادي. ده كده ايه؟ نص كيس باقي من امبارح، انا عملت كيس كلوا منه وبقى تمام؟ عملت طبقه، نرش عليها شويه جبنه رومي كده تحسن طعمها. بص بقى كده انا ايه، بص حطيت طبقه المكرونه وعليها طبقه اللحمه، وكان تحتيها عليها المكرونه دي شويه ايه رشه بسيطه من الجبنه الرومي، واخد بقى البشاميل على وشها كده، وهتبقى صينيه مكرونه بشاميل تحفه سهله وبسيطه. وشغلت خلاص الايه شويه المكرونه اللي كانوا باقيين مني، وعملت اكله جديده اهي على الوش بس كده، ولو حابه ترشي جبنه رومي كمان عليها رشي. بصوا كده بقى هدخلها الفرن تسخن بقى مع البشاميل واللحمه وكل ده فتره بسيطه جدا، يعني مفيش 10 دقايق تسخن هي والبشاميل ينزل عليها وخلاص على كده.